بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة قلتها مجاراه القصيدة الرجل الفاضل عبد الله بن عبد العزيز آل حسن الهزاني التي ألقاها في حفل آل عشبان على شرف الشيخ ابن معمر أحد مشايخ بني تميم، حيث أقول: نويت أكز من القوافي كزازة لابن حسن نسل الرجال الكريمين فوق الهميم اللي جديد طرازه توه ورد من مصنعه قبل يومين. من سرعته يسبق غزال المحازه جيب اللي حرك فوق الشياهين هيهات تفرق بويته من قزازه تبارك الله منظره يعجب العين. يلفي على اللي نفتخر في انجازه عبد الله اللي من حماي العزيزين عذب القوافي سجله في جهازه في مدح ريف اللي تنصوه ناصين. ابو سعد دايم بجيبه جوازه يبر لاجين الضعوف المساكين القرم متعود لتوليع غازه غير الغنم يذبح عيال البعارين. يمينها اكرم من غزير ارتوازه مظن يبخل لو يكون الزمن شين من مره وبدومه وديرة عنازه لازم يجونه بالقريات عانين. حيث سليل لي صعيب مهازه من ساس لابه يدحرون المعادين عوق المعادي كان صابه انحازه عزوة بني هزان بالفعل وافين برتون عام ديارهم والمجازه من عصر وايل والجدود القديمين.